اهلا وسهلا بحضراتكم. ارجو انه اللي بيسمعني يفهم كلامي في اطار الرغبه في التغيير، مش احباط. انا ما بحبطش ولا هيأس، ومن نفس المعسكر، من معسكر الوطن، لازم نفضل كده. انا متفائل جدا ومتفائل بالمؤتمر الاقتصادي، ومتفائل بزياره بوتين 9 و10 هذا الشهر الرئيس الروسي الى مصر، متفائل بموقف الاخوه العرب معانا المستمر والداعم، متفائل بقدره جيشنا على مواجهه الارهاب، بس مش متفائل بمؤسسات الدوله، مش متفائل بحجم التغيير اللي في الشعب، مش متفائل ببنت مسؤول كبير في مركز شديد الحساسيه تعمل صفحه على الفيسبوك وتعمل 25 يناير مقبره ثم تطالب بالذبح بتنفيذ الاعدام الفوري، مع ان والدها راجل قانون. ما ينفعش. وباسمه. طب انت ده راجل مسؤول، ما ينفعش ان يفصح عن توجه سياسي ابدا، ولا ينفع بنته تعمل كده في اطار المسؤوليه، ولا ينفع ضباط حتى الان صفحاتهم على الفيسبوك ما زالت مفتوحه، ولا ينفع قضاء حتى هذه اللحظه صفحاتهم على الفيسبوك. بس مين بيقول لي مين؟ مين بيلفت نظر مين؟ ولا حد. اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، ودي كارثه. اذا اعترفنا ان مصر في حرب فعلينا ان نتبع خطوات الحرب، حاله التاهب القصوى، حاله طوارئ بجد، حاله فهم لكل تصرف بيحصل، خطوات محسوبه، كل شيء واضح، وهذا لا يحدث. احنا بنقول بس اننا في حاله حرب، ما زالت المقاهي ممتلئه عن اخرها، ما زال الليل مدوي في مصر، ما زالت اماكن السهر تعج بالسهرانين، ما زالت الاموال تصرف ببذخ دون النظر، لان مش عارفين نجهز او نجيب جهاز قسطره قلب ثمنه من 2-4 مليون جنيه، او ثمن جهاز رنين مغناطيسي يوصل ل 7-8 مليون جنيه. على فكره دي فك، اذا كنت انتوا عاملين اللي عايز يدخل الانتخابات يدفع من 6-9 آلاف جنيه، يعني انت دوله غنيه، 6-9 آلاف جنيه هو انا مدخله يعمل ايه؟ ما كفايه صوره دم، فاذا كان عنده انزيمات يبقى الكبد لو تعبان نشوف ايه لحد وقت نروح ياخد العلاج بتاعه. ايه رنين مغناطيسي وشهاده معامله اطفال والجو الازرق اللي انتوا عاملينه ده؟ ده انتوا ما بتعملوهوش لجهات عديده وشغل حساس جدا. اشمعنى اتعمل دلوقتي؟ ويتعمل علشان الشباب الصغير اللي داخل الانتخابات هيدفع 9 آلاف جنيه؟ انت بتعجزه ولا بتشوف حد يصرف عليه؟ يعني بتخليه يدور على حد يقول له انا اللي هصرف عليك يا ابني، فانا اللي هدفع لك الفلوس وانا اللي هصرف عليك علشان تبقى كويس. ما هو في عجائب كده مش مفهومه، مش مفهومه. ولسه لحد النهارده بيقول لك اصل قضايا الدوله ستطعن على حكم القضاء الاداري. وليه ما طعنتيش تاني يوم؟ وليه ما طعنتوش تالت يوم؟ انتوا مستنيين ايه؟ مين اللي رفع الدعوه؟ طب رفعها ليه؟ طب ايه صفته ومصلحته؟ ثم يحصل على حكم، ثم يصبح الحكم واجب النفاذ، فتقول للناس روحوا المستشفيات وادفعوا فلوس جاري. مش فاهم. بمناسبه الخير لازم اشكر رجل الاعمال اللي رفض ذكر اسمه. لو انتم فاكرين كان في رجل اعمال فاضل، واول مره اقابل حد ملتزم كده اللي بيقوله بيعمله. كان معانا سيدات هنا فضليات، فهو تطوع ودفع شيك ب 50,000 جنيه، ثم دفع شيك اخر ب 50,000 جنيه. وانا هنا بكلم فضيله الامام الدكتور علي جمعه واقول له كان هذا المبلغ لسداد ديون زوج هذه السيده، والمبلغ الاخر لعمل مشروع لجوز هذه السيده علشان ما يعيشوا. الراجل المتطوع، واحنا اخترنا مصر الخير، ما تعملش حاجه. فضيله الامام الدكتور علي جمعه ما تعملش حاجه، الفلوس في الحساب ولسه ما عملوش اي شيء، ولا جابوا الست ولا قالوا لها ادي المشروع ولا هنعمل ايه. الدنيا كده. رجل الخير ده اتبرع مره اخرى ب 50,000 جنيه، وسال من شويه الجهاز ثمنه كام حسب امكانياته يقدر يساعد. عشان كده اي جهاز يا جماعه محتاج، ان ما كانش في رجل اعمال كده يعني ربنا راضي عليه وبيقول سينا في دمي وفي قلبي وهيستفيد من الامن في سينا ومن التعمير في سينا وهيعالج اولادنا اللي هناك، فيعرف ان استثماراته هتبقى في خير، فيطلع 6-7 مليون جنيه او 4 مليون جنيه نجيب بيهم قسطره القلب حتى قبل الرنين المغناطيسي، يبقى محتاجين نلم من بعض ونساعد بعض، كل واحد بمبلغ اللي يقدر عليه، يقدر لمستشفى العريش الحكومي اللي فيه ناس
بتشتغل ما بتنامش علشان دم ولادنا اللي بيهدر هناك. طيب خلونا اقول لكم عندنا ايه النهاردة. طيب رجل الاعمال اللي انا بتكلم عنه ده اتبرع ب 150 الف الان من ثمن جهاز قسطرة القلب. ابتدينا ب 150، جايز اهل الخير يساعدونا في اننا نجيب جهاز واحد في مستشفى الرئيسي الوحيد في العريش، مستشفى وحيد. يعني نسمع من مؤسساتنا الخيريه اللي انا بعمل لهم اعلانات، لو دفعوها هيدفعوا كتير للقناه دي قوي، وانا كل شويه اداره الاعلانات تبعت لي انت مخالف، انت اللي بتعمله ده خراب بيوت، الناس دي بتدفع فلوس في كل حته، وانا بعمل لكم الدعايه دي ببلاش ومستعد اعملها ويخصموا مني، بس طلعوا ساعدونا، عايزين جهاز قسطرة قلب واحد، جهاز واحد في سينا، في شمال سينا، جهاز واحد. مش عارفين نوفره؟ الدولة مش عارفة توفره؟ طيب النهاردة عندنا ايه؟ النهاردة هنتكلم عن المؤتمر الاقتصادي، هنتكلم عن الاستثمار النهاردة والاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده، هنفضل نقدم لكم الامل. الامل علشان الامل ده هو اللي هيغير مصر، وان شاء الله هنقدر نغير مصر، واوعوا تقلقوا. كل اللي بنقوله ده انت بتغير دولة عميقة بجد، دولة فيها ترهل بجد، دولة فيها مؤسسات الفساد بتحمي نفسها وبعضها بجد، دولة فيها المستفيد من استمرار الأوضاع أكتر عددا من الذي لديه رغبة في تغيير الأوضاع. كتير من اللي بيتكلموا عن تغيير الأوضاع مش عايزينها تتغير، بيستخدموها شفاهية، لكن هم مستفيدين وعارفين، ماشيين في السيستم القديم، سهل معروف مين بيخلص لك ورق ايه، بتدفع كام، بيروح لمين، بيتوزع على كام واحد، الدنيا ماشيه كده. فالمؤسسه دي عشان تتغير، مؤسسه الفساد دي عايزه جهد جبار وعايزه حكمه، وانا مع الرئيس في ان المساله ما هياش فرم، لكن محتاجه تنوير. تنوير يعني ايه؟ يعني نطلع كده في كل مكان في عصلجه كده نروح عاملين كيان نظيف بمجموعات جديده، يطلع موازي، خليك انت شغال وانا هاخد 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 هاخد، ودول ياخدوا فلوس زياده شويه اللي بيشتغلوا، دول هيبصوا لدول ويعرف انه ممكن ياخد بالحلال ويعيش. ما هو في جزء من الازمه ان الناس تعودت على انها بتعيش من الباب الخلفي. اللي بيروح فتح الدرج ده بياخد 800 جنيه 1000 جنيه ومش قادر يربي عياله. واللي رايح عايز يخلص مصلحه شايف طوابير، فلما بيخلص المصلحه بيدي 20 في 20 في 10 في 30 في 50، الراجل ده في النهايه بيطلع له في اليوم ب 100، هو واللي معاه بتتوزع 1000 جنيه، ففي النهايه منظم حياته على ده. هو امتى ممكن يسيب ده؟ هتقول لي يخاف الله، ايوه يخاف الله، بس ان ما خافش الله. ان خاف الله وقال له سامحني يا رب بس عشان اكل عيال مش قادر ابص في وش عيالي ومش قادر ادفع مصاريف المدارس ولا المواصلات، هيبقى لو راتبه ارتفع. طب راتبه ارتفع لو انت خدت الخدمه مني، ال 20 جنيه اللي انا بدفعها دي خدها مني في اي خدمه، بس خليني اتعامل معامله ادميه محترمه. فهتروح للراجل ده برضه. لو عملنا كده هتتحل حاجات كتير. طيب النهارده بنتكلم عن المؤتمر الاقتصادي، كي رؤيه رجال الاعمال والمستثمرين. هيكون معايا النهارده السيد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات رجل الاعمال، واحد من كبار رجال الصناعات في مصر. اتحاد الصناعات ده فيه حوالي 42 الف تقريبا، يعني هذا الرجل مسؤول عن كيانات مهمه جدا. هنتكلم النهارده ونشوف اتحاد الصناعات ورجال الصناعه وشايفين قانون الاستثمار وشايفين ممكن يكون الاستثمار في المرحله الجايه شكله ايه. هيكون معايا ايضا السيد الاستاذ حسين المهندس حسين صبور رئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين، احد كبار رجال اعمال الاستثمار العقاري، واللي هيقوموا بجوله وهيلف في بعض البلدان للتشجيع لي على الحضور والمشاركه في المؤتمر الاقتصادي. كان مفترض يكون معايا النهارده السيد عبد العزيز الشهيل، وهو واحد من اكبر رجال الاعمال السعوديين والمستثمرين في مصر، لكن هو اعتذر لظرف طارئ. بقدم له خالص العزاء في وفاه ابن شقيقه اللي توفى اليوم واضطروا الى السفر الى المملكه العربيه السعوديه فجاه، لكن هيكون معانا مداخلات وهيكون معانا رجال اعمال، واللي عايز يشاركنا في هذا الامر في هذه المناقشه حول المؤتمر الاقتصادي اهلا وسهلا بيه. طيب حاجه اخيره قبل ما ادخل على اخبارنا بسرعه، كنت اتكلمت عن الاراضي الصحراويه و حالة وضع اليد، عرف وضع اليد اللي في مصر، وكم الأراضي اللي اتحط عليها الإيد، وقلنا إن يا جماعة أي حد واخد أرض بشكل غير رسمي أو مش مخاطب جهات رسمية طبيعي إن الأرض تتاخد منه. طيب
لو في ناس خدوا اراضي وقدموا اوراق ودفعوا فلوس ومستنيين تقنين الوضع والدولة تقدر تاخد منهم فلوس. والرئيس بيتكلم عن زراعة 4 ملايين فدان. فقلنا ليه ما تجيبهمش اللي زارع بجد وجدية وتشوفوا نوع الزراعة وتشوفوا هنصدرها ازاي، هتأدي في الغذاء ازاي، وتشوفوا انتوا عايزين منهم ايه. الناس دي وضعها ايدها على الارض بقالها 10 و15 سنة الدولة ما بتاخدش منهم حاجة وسايباهم. ويوم ما جت وتقرر قررت انها تدخل جرافات وتشيل الزرع. طيب ما هي الاستفادة؟ استفدت ايه؟ انا حتى طرحت عليهم قلت لهم طب خدوا الزرع ووزعوه. الناس دي حفرت ابيار وخلافه. نزلت حملات على طريق مصر اسكندريه وعلى مدينه السادات وبدات تعمل ده، حصل تجمهر الاف المواطنين وتم التراجع عن القرار. من اتخذ القرار ولماذا وبدون دراسه؟ من اتخذ القرار بالايقاف وما هو البديل؟ مش هتلاقي حد يرد عليك برضه. احنا عندنا الاف الافدنه المزروعه من سينا وانت جاي لحد اسوان، اغلبها بوضع اليد. طيب ما هو المليون فدان ولا 4 مليون فدان اللي هيديهم الرئيس هتبقى بتخصيص لناس يزرعوها بنوعية زراعات. هل تم دراسة حالة هؤلاء؟ هل قلنا لهم كان الفدان زمان بيتباع ب1002 وب500 جنيه؟ حد قال لهم الفدان ب100,000 ورفضوا؟ ما تيجوا نجرب. ما يجي يقول له فدان مزروع اهو انا هقنن لك يا سيدي ويبقى ارضك، وفي فدان ب100 وفي فدان ب70 وفي فدان ب50، هيجي لنا 200 مليار. طب مستنيين ايه؟ من الذي ياخد القرار؟ اللي خد قرار الهدم عنده تصورات قرار بنا؟ طب استعجل وخده دلوقتي في وقت الحصاد ليه؟ عشان يوجع قلوبهم؟ يعني في موسم للحصاد وموسم للزراعه، اللي استنى الموسم الحصاد، ايه الحكمه في انك تعكنن على قطاع كبير من الشعب دفع فلوس في الوقت ده؟ بقول لكم في حد مغرض والله العظيم، في حد شرير عايز الناس تقف تدعي وتلعن وتغضب. انا لو عندي ارض ودفع فيها مئات الالاف وزارع وسايبيني بقالي 10 سنين وجاي النهارده تهدلي الزرعه، هفهم من ده ايه؟ هحبك؟ هقول فداء للوطن؟ هقول ده الراجل ده حريص على بلده؟ طب كنت فين ال10 سنين؟ كنت سايبني خدت مني اوراق ليه؟ خدت مني فلوس مقدمات ليه؟ قلت له روح قنن وهات لي شهاده من الري ان في مياه جوفيه فجبت لك شهاده، فقلت له روح اعمل بير وسبتني وشفتني، قلت لي لا روح هات لي مسح جوي فروحت جبت لك، قلت لي لا روح الجيش هات لي ورقه من الجيش ان الارض دي حاضر، روح الاثار قول لي ان مفيش اثار في المنطقه دي حاضر، هات لي ان مفيش منازعه على هذه الارض حاضر، هات لي ان الارض دي لا تبع الاوقاف ولا تبع المحافظه حاضر، اوكي روح ازرع يا ابني علشان تثبت جديه لما انزل لك الاقيك ثابت جديه. انا عمري ما امتلكت متر بس عشان ما حدش يفتكر ان حماسي انا كده على طول. طب انت بتهد ليه؟ الهدى الهد سهل، ليه الهد سهل وانت بتتكلم عن زراعة فمزروعة؟ حد يطلع يشرح لنا. انا غلطان، انا بقول كلام غلط، حد يطلع يقول لي كلامك غلط، عايزين نقول كلام صح. اللي طلع القرار بان تطلع كالساحات قبل كده كان في قنا وتدخل رئيس الوزراء شخصية ووقفها، راحوا طالعين على مدينة السادات. مين اللي طلع القرار؟ رجع لرئيس الوزراء، رجع للرئاسة، سأل ايه المخطط الزراعي اللي في مصر، عنده تصور للمخطط؟ الناس اللي دفعت فلوس دي مش دي كانت فلوس دايرة في مصر؟ طب انت بتهلكها لحساب مين يا عمي؟ حد يقول اللي بنى، اللي خد ارضه بنى عليها عمارات وبتاع وفيلات، وفي ناس عامله كده بشكل غير قانوني، ادخل خد منه اتعلمه، خد منه المكان حقك قبل ما تهد. ودي لنفسك فرصه للمراجعه، انت هتعمل ايه؟ هي المنطقه دي زراعيه ولا سكنيه؟ لو سكنيه انا هاخدها منه وابيعها وحاسبه، لو زراعيه يبقى عامل مخالفه وانا عايز ارجع الارض زراعيه اهد. بس حد يكلمنا. لكم شعب طيب قاعد يستناكوا ايها المسؤولون، فاشركونا معاكم كده وقولوا لنا احنا بنعمل كذا عشان 1 2 3، الكلام اللي قلته يا خير يا رمضان ده غلط، الكلام الصح هو كذا 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 كذا، الزراعات اللي انت شايفها قدامك مزهزهه، الطماطم والكنتالوب والخيار والفلفل الاخضر اللي احنا بنكسحه ده مسمم. طب احصدوه، طب كلوه، طب بعوه، طب خللوه، بس اعملوا اي حاجة في ابوه، مش تفرموه تدمروه. يعني النعمة لو زالت كفاية ما هي زايلة، كفاية حافظوا على اللي في ايدينا. طيب النهاردة اكلمكم في الانتخابات،
الانتخابات حتى هذه اللحظة محدش عارف مين قايمة مين مع مين ترك. قالوا ان الدكتور كمال الجنزوري هذا الرجل المحترم كتر خيره بدأ يعمل قايمة وطنية وبدأ يحط فيها أسماء وبدأت الأحزاب ورؤساء الأحزاب يروحوا يقعدوا مع الدكتور كمال الجنزوري وبعدين يختلفوا. الدكتور كمال الجنزوري يقول لهم أنا والله هاخد منكم كم اسم مش هاخدكم كلكم، ولكن القايمة دي طار عليها كلام كتير والإعلام سخن وبدأ الانتقاد. الأحزاب ما طلعتش حاجة ولكن بدأ الكلام الدكتور كمال الجنزوري بصفته إيه؟ الدكتور كمال الجنزوري مستشار للرئيس، هل هذه هي قائمة الدولة؟ بيقابل في مؤسسات الدولة، فما كان من الرئيس إلا أنه طلع وقال للأحزاب إحنا ملناش قايمة. الدكتور كمال الجنزوري مش قائمة الدولة. الدكتور كمال الجنزوري قرر التراجع للخلف، رجع كم خطوة لورا وظهر في المشهد السيد الأستاذ نجيب ساويرس. الأستاذ نجيب ساويرس قرر أنه يدخل فردي لوحده كمصريين أحرار، ثم بدأت تظهر بصماته وقال أنا موجود، نبتدي نجيب ناس ندخل في القائمة شوية. تراجع السيد نجيب ساويرس وبقى الكلام عن هذه القائمة غائم. طب قائمة بتاع الدكتور كمال؟ لا، الدكتور كمال مش موجود من أسبوعين. طب في قائمة تانية؟ طب في قائمة وطنية؟ حتى اليوم كان في اجتماع امبارح عندهم مجموعة من اللي كانت مع الدكتور كمال وفي قائمته، خرجوا النهاردة في مؤتمر صحفي وأعلنوا انهم بيعملوا قائمة وطنية باسم في حب مصر، وقالوا ان هذه القائمة ما فيهاش النور ومش قائمة الدكتور كمال الجنزوري، وان هذه القائمة ليس لها اي علاقة بالتحالفات القديمة السابقة، دي قائمة وطنية بتضم رموز وطنية احنا هتتقدم في هذه الانتخابات. اهلا وسهلا، احنا في عرض نشوف قائمة، احنا عايزين نشوف قوائم علشان نعرف مين اللي داخل الانتخابات. الوفد ايضا النهارده بيقول انه على بكره ممكن يبتدي يعلن اللي نازلين في الانتخابات الفرديه، وبيقول ان عنده ازمات ماليه. ايه اصل الحكايه؟ النهارده اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهوريه للدراسات هو اللي اتكلم النهارده في البدايه وقال ان قائمه في حب مصر تهدف الى بناء توافق اجتماعي وتوحيد مجموعة من الشخصيات الوطنية صاحبة الخبرة في المجالات المختلفة اللي ربما تختلف في وجهات النظر لكن كلها بتحب هذا الوطن ومشغولة ببناء مستقبل أفضل لمصر. وقال إن احنا ما انتهناش من تشكيل القوائم الأربعة على مستوى الجمهورية، هناك أماكن لمن يرغب في الانضمام سواء من الأحزاب السياسية أو الشخصيات العامة، وسنعلن عن أسماء 120 مرشحا للقوائم في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل. زي ما احنا شايفين جنبه الدكتور أحمد سعيد والدكتور عماد جاد والدكتورة أمنة نصير والكابتن طاهر أبو زيد ومجموعة كلها أسماء وطنية محترمة يبدو أنها في هذه القائمة. طيب الأستاذ حسام الخولي، المهندس حسام الخولي مساعد سكرتير عام حزب الوفد، قال إن الحزب انتهى من حسم 85% من أسماء مرشحيه على المقاعد الفردية، وقال إن الحزب لن يحسم الأسماء إلا بعد استعراضها مع أحزاب التحالف، وقال كمان إن التحالف بيواجه عددا من الصعوبات في ظل الضخ المالي الضخم من جانب أحزاب، ولازم نشوف مين الأحزاب دي، إذا كان حزب الوفد بجلالة قدره اللي بيضم أسماء ورجال قد كده وبيقول إن في ضخ مالي كبير من أحزاب. أحزاب إيه؟ بتكلم عن المصريين الأحرار حزب. طب بقية الأحزاب مين الأحزاب التانية اللي معاها فلوس وهتضخ فلوس قد إيه؟ وهل ملتزمين بالقانون ولا هيبقى فيه طرق خلفية؟ طيب معايا المهندس حسام الخولي مساعد سكرتير عام حزب الوفد. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا استاذ خيري، اهلا بحضرتك، اهلا بيك. هتعلنوا بكره حاجه بخصوص الاسماء، الى ماذا او الى اين وصلتم في حلفائكم في الانتخابات المقبله؟ لا يعني احنا كتحالف الوفد المصري هو ماشي من اول ما بدا حتى الان الحمد لله، يعني ربنا يديمها مفيش مشاكل. وبالتالي اسماء الفردي احنا خلصنا حوالي 87%، يعني خلاص يعني على الفتح الباب بعد بكره ولا حاجه هيكون الفرد كله فل. القوائم خلصنا منها ثلاث قوائم كامله، فاضل قائمه واحده بس بنظبطها، وبالتالي برضو القوائم ماشيه زي ما هي ما فيهاش مشاكل. اللي ساعدنا في كده الحمد لله ان التحالف من الاول للاخر ما فيش حد اختلف ولا حد طلع،
انا انت عارف حضرتك معزتك عندي، انا كنت سامع في الاول على الدكتور كمال الجنزوري ان كان في مثلا ناس راحت واتخانقت على كراسي. فعلا ايه؟ على دكتور كمال، يعني كان في ناس بيقولوا ان الاحزاب كانت قعدت معاه ومشيت منه عشان كانت عاوزه عدد كراسي. هو اللي حدد عدد كراسي، حط مجموعه من الضوابط لم ترضى عنها الاحزاب. لا تتخيلي والله، انا كنت داخل في الموضوع من الاول، يعني القصه كانت ابسط من كده. كان كل طلبنا البسيط العادي مش مين ياخد، كان كل طلبنا مين شركائنا، لا اكثر ولا اقل. بس لم تختلفوا، لم يحدد في القائمه هيبقى فيه كام من الحزب. ما وصلناش لكده خالص من الاول. احنا قلنا ايه ببساطه؟ نعم. طب مين هيبقى معانا؟ يعني زي ما راحت ايه، تعالى نبقى مع بعض. طب مين معانا كمان؟ ده حق طبيعي. يعني ما كانش لكم تحفظات؟ اولا انا ما اتكلمتش عن الوفد، يعني اللي انا بقوله ده حصل مع احزاب تانية. لم يكن لكم تحفظات على بعض الاسماء ايضا اللي كانت بتضموها القايمه؟ ما كناش نعرف، ما هو ما كانش قايل. هو لو كان قال، لو كان في مشاركه، كل ما طلب منه من دكتور كمال ساعتها طب ما نعمل لجنه يبقى كل مع بعض، لا اكثر ولا اقل. تمام. بدليل حاجه ثانيه، تحالف الوفد المصري كان واخد قرار ان كل قياداته ما تنزلش على القايمه يا استاذ خالد. يعني احنا ما فيش حد فينا نزل على القايمه عشان نخلي اماكن للجميع، لاي حد، لاي حد جميل ينفع مصر. يعني كل قياداتنا نازله فردي، ما حدش نازل قوي في القيادات. نعم. الحمد لله في الاول والاخر القايمه ماشيه براحه وجميل وما فيش مشاكل، بل زدنا في عدد الاحزاب. يعني حتى لما السيد الرئيس كان في اللقاء وقال الكلمه ما تتجمعوا، ما حاولنا نجمع الناس. طلعنا منها بايه؟ طلعنا منها بخمس ست احزاب جديده، اتجمعنا على قد ما بنقدر بدل ما نبقى حزب واحد. اللي كان بيقول مثلا الوفد، يعني الوفد المصري دلوقتي فيه كم حزب يا استاذ حسام؟ في 14 يا فندم. 14 حزب. امبارح كان في اجتماع وكلام في القوائم، هل انتهيتم الى شكل القوائم ام ما زال الامر قيد النقاش؟ انتهينا تقريبا، بقول لحضرتك، ثلاث قوائم بنسبة 97%. ثلاث قوائم من الأربعة بنسبة 97%. وفي قائمة لسه بتتظبط. ده طبعا غير الاحتياطي اللي هيبقى 120 قدهم يعني. ما الاحتياطي ده حضرتك عارف بقى، يعني كله بيجيب ده مع ده. ولكن في الأول والآخر أنا برضه سمعت حضرتك على الفلوس، لا الفلوس احنا مش بنعاني كوافد. مصر بتعاني. وانا قلت الكلام ده من قبل ما تبدا الانتخابات خالص، من اول ما القانون طلع قلت دي هتبقى اغلى انتخابات شهادتها مصر على الاقل. انت فاكر بقى الاخوان كانوا بيصرفوا ايه؟ ثلاث اضعاف اللي اتصرف في الانتخابات اللي فاتت. تمام. نكم الفلوس اللي نازله لا حصر لها، مش من احزاب، من مستقلين، مش من، يعني انا لا اقصد حزب بعينه، ولكن الكم يا استاذ خير، وحضرتك هترصد بعد كده، هتلاقي كم من الناس اللي نازله في الدوائر وبدا رصد اموال بطريقه غير عاديه غير مسبوقه. طبعا بس التصريح بتاعك قلت الضخ المالي الضخم من جانب احزاب واشخاص. طبعا في احزاب، طبعا المعادله معك. هو في حزب غني غير حزب المصريين الاحرار وانتوا؟ احنا لا مقارنه. احنا الحزب بتاعنا حضرتك الوفد عموما كنا اغنياء ومش اغنياء، مستورين. اما كان بيبقى معانا التجمع والعمل، يعني ايه بيبقى معانا. لا بس انتوا الحزب الراسمالي وكان عندكم اسماء تقيله برضه معاهم فلوس، يعني يا فندم. بس ما عندناش حد ممكن يحط في حزب 30 مليون والتاني يحط 50 مليون او 100. الارقام الجامده دي مش موجوده غير في احزاب الثانيه بتحط مبالغ زي دي. طبعا يعني في وفي بقى ظاهره ثانيه كمان، ان في شخصيات بتدعم مستقلين بس مبالغ كبيره جدا 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 فعلا. يعني لك ان تتخيل ان في مرشحين في الاخر احنا ما بنديش للمرشح حاجه، وده والناس بتضحك عليه. يعني المرشح يصرف على نفسه. بنعمل احنا ايه؟ بنعمل دعايه الطبيعيه، انما ما بنقدرش ندي للمرشح حاجه. يعني وده على فكره في الوفد برضه من زمان ما عندناش مبالغ نديها. لا في ارقام دلوقتي للمرشحين احنا بنسمعها بنتفزع، يعني نعم. يعني قصه غير عاديه. بس في الاول والاخر بنقول ايه، انتخابات. ايه الموعد الاخير لاعلان قوائم ومرشحي حزب الوفد يا استاذ حسام؟ بالكثير ثلاث ايام يا فندم او اربع ايام هيكون كل حاجه معلنه. يعني بنتكلم على يوم الاحد مثلا اقصى تقدير. ان شاء الله ان شاء الله. بتخلوا الناس خلاص يروحوا يكشفوا الكشوف الطبيه ويدفعوا من 6 ل 9000 جنيه؟ خاصه
ذوي الاحتياجات الخاصه ان هياخدوا وقت كبير في الكشف. نعم. بياخدوا حوالي 4 أيام ولا 5 أيام. تمام. وعندنا مشكله برضو احب اقول لحضرتك، مش احنا بس، احنا وكل اللي بيترشحوا يعني الحقيقه اللجنه العليا للانتخابات مع قرار الكشف الطبي بيبقى فيه تضارب جامد جدا. عقبال ما المعلومه بتيجي، يعني الاول اتقال في كشف طبي كامل، بعدين قال لا ده ذو احتياجات خاصه، بعدين رجعنا تاني قالوا لا في كشف طبي كامل، دي طبعا عامله لخبطه طبعا. ولسه المستشفيات عادة. الناس مش عارفه يروحوا مستشفيات ايه، وقالوا التامين الصحي، ومحدش فاهم. محدش فاهم حاجه فعلا حتى. صحيح، كالعاده يعني، اشمعنى دي اللي هتتفهم؟ بشكرك جدا المهندس. ما جاتش على دي. صحيح، بشكرك جدا المهندس حسام الخولي، سكرتير عام حزب الوفد. سكرتير عام مساعد حزب الوفد. طيب انا معايا المهندس كمال فهمي نائب وزير الاسكان للتعليق على ما طرحته بخصوص اراضي مدينه السادات والطريق الصحراوي. مساء الخير يا باشمهندس. باشمهندس كمال. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بك. قالوا لي ان حضرتك لديك تعليق على ما قلته على الاراضي الصحراويه. ايوه يا فندم. هو استاذ، هي الاراضي دي تابعه لوزاره الاسكان ولا لوزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية؟ لا يا فندم، الأرض كلها تبع وزارة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية، جهاز مدينة السادات. تمام. صدر لها قرار جمهوري، ودي من ضمن المخطط الاستراتيجي لمدينة السادات. كويس. الأرض دي الأرض دي تابعة للهيئة بقرار جمهوري من سنة كام؟ سنة نقول سيادتك من سنة 2000 تقريبا. من سنة 2000. هل الأرض دي من سنة 2000 لحتى الآن يا باشمهندس كان فيها زراعات ولا كانت خالية؟ لا سيادتك، الزراعات خالية. لو سيادتك دخلت على جوجل سنة 2007 و2008 مش هتلاقي فيها أي زراعات. هذه الأراضي تم التعدي عليها بعد ثورة 25 يناير. يعني النخل اللي مزروع اللي احنا شايفينه ده من بعد 2008 أو من بعد ثورة 25 يناير. أه بالظبط يا فندم. تم عمل زراعات بالفعل. اه بالظبط. هل اخترتم الناس دي؟ يعني طبعا احنا ضد الاستيلاء على اي ارض، ده واضح انها هتتحول الى اراضي سكنيه لما بتقول انها جزء من مدينه السادات. بالظبط، هي فعلا طبقا للمخططات اللي موجوده المخطط فيه هي اراضي سكنيه وتوسعات مستقبليه لمدينه السادات. طيب هل لا يوجد اي تنازع على الارض بينكم وبين وزاره الزراعه؟ لا مفيش اي تنازع يا فندم. يعني الناس اللي خدت الارض دي ليس لديها اي اوراق لتقنين وضع اليد ولا اي مستندات. اللي عنده مستندات سيادتك يتفضل يجي لنا واحنا بنشوف عليها ونقننها طبقا لقرار رئيس الوزراء اللي صدر في 2006 وتم تعديله في 2009. طيب لماذا لم تمنحوا هؤلاء مهله يجمعوا فيها الزرع بتاعهم ويمشوا؟ يا فندم الناس دي عارفه سيادتك ان هم متعديين على هذه الاراضي ورغم ذلك بيتحدوا القانون وزرعوا الارض. ما بقالهم 4 سنين زارعين وخمس سنين زي ما حضرتك بتقول. ايوه ما تعدي يا فندم على الارض. ايوه تعدي وهم غلط، وانا ما بقولش انه صح، عندي زرع في الارض، ليه ما بقولهمش عندكم مهله شهر تجمعوا الزرعه دي علشان احنا هنيجي نفرم الارض؟ احنا سيادتك الناس دي مش معروفه بالنسبه لنا، لان احنا ما لهمش ورع ولا مستندات ولا نعرف. الناس دي موجوده على الارض متعديه عليها، فبالتالي ما انتش لاقي يعني حد او كيان قدامك بتتعامل معاه. اللي موجود المزارعين البسطاء اللي هم مأجرينهم، فما فيش حد اصلا تتعامل معاه. طيب كويس، ليه ابتديتوا الحمله ثم وقفتم فجاه؟ لا الحمله سيادتك هو كان وزاره الداخليه طلبت مننا مزيد من الدراسات الامنيه وتم الدراسه وان شاء الله بكره هننفذ باذن الله. بكره نازلين تنفذوا تاني على اراضي ليست زراعيه وليست تابعه للتنمية الزراعية ولا وزارة الزراعة. بالظبط يا فندم. دي هذه أراضي تابعة لوزارة الإسكان. على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصدر قرار رئيس الوزراء بذلك التعديات على معظم أراضي الدولة ومن ضمنها مدينة السادات، وكانت دي البداية. طيب ده كلام جميل. في قرار صدر قرار إزالة سنة 2011 اللي إحنا بننفذه النهاردة، وقرار رئيس الوزراء من حوالي أسبوع أو 10 أيام. طيب هذا امر خارج عن نطاق اللي انا بتكلم فيه، انا بتكلم على الاراضي الزراعيه اللي هيتم استصلاحها التابعه لوزاره الزراعه، فهذا امر مختلف تماما. انا بشكر حضرتك على التوضيح. مهم ان يبقى في توضيح فنفهم ان دي اراضي اسكان، الناس دي ما لهاش اي اوراق، ده نموذج غير اللي انا بتكلم عنه، بس لما حد بيطلع يشرح
اقروا الجرايد وشوفوا النار المولعه، لما حد بيطلع يشرح الدنيا بتفهم، الناس بتفهم فتتحل واحده واحده. طيب ما تخلونا نطلع فاصل، اوفر لضيوف في فاصل، وهرجع اقول لكم خبرين بالظبط قبل ما استقبل ضيوف الاعزاء.